السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ارك اخيرا. اعتذر 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 اني تاخرت في هذه الحلقه، لكن صار عندي مشاكل في البي سي. انا كنت محول من بي سي قديم الى بي سي جديد، صارت في مشاكل وصارت ما تشتغل لعبه عندي. اعتذر على المده الطويله اني ما نزلت شيء، وان شاء الله يجيكم مقطع اليوم. مقطع اليوم ما كان لحالي، فان شاء الله تستمتعون. لا تقصرون بالدعم اذا شفت المقطع، في دعم خرافي باذن الله. الحلقه اللي بعدها راح تنزل على طول، وان شاء الله اني ما اصير نوب بعد اليوم ان شاء الله. فبس عليكم على المقطع. شوف الرابتر كم البيض رابتر؟ 479. اعطيك حافل الفي شوف. هذه اللي تحت. تعلم كلهم يلا. يلا كلي دبلك دبلك كلي كذا دبلك. اوكي. هذول وش هذول؟ كم 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 كم؟ تحت تحت تحت. بعد ذولي؟ ايوه بس اوقف. انزل بعد تحت. انزل انزل انزل. ذولي طقه. اوكي. والجنب بس مثل جنبي. هذه. والايكو صدر ولا؟ لا 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 يسار. يسار اي. طبعا هنا مثل ما تشوفون ياسر قاعد يعلمني على الاشياء اللي افكها في الانجرامز عشان استفيد منها واسويها. هذه اللقطات راح اشيلها، لكن حبيت اوريكم ان ياسر قاعد يعلمني وش الاشياء اللي افكها زي كذا عشان راح استفيد منها في المستقبل. كرافت اماونت 5. اوكي. هذا شو؟ اوكي. سول ترابس. اوكي. هذا حق الحيوان هذا. اوكي. شيل. ايه شيل شيل شيل. اوكي. اوكي يلا. اغراض كل شيء. كيف انقلها؟ حتى الماء. تي تي حرف تي حرف تي. دقيقة. وينك؟ اوكي. تعال. ترى بنيت لي بيت ابو كلب طحت. طحت صح؟ يب. انت بنيك بيت ولا شيء. تعال عندك منطقة ممتازة حق السكن فيها. هاي منطقة اوكي شوف 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 هذا. وين؟ هذا ريكس يطيح. اوكي. هذا كل شوي ذبحني وانا مسوي بث مباشر. انت انك ما عندك كابتن سرير محترم، بيت محترم، اول شيء الناس يختارون منطقة يسكن فيها، اول شيء ما نكرت تسوي كذا. يا رجال سويت دارين. بعدين. لا مو كذا، بودك منطقة ما فيها مفترسين. يا رجال انا ابغى اسكن بس ابغى ابدا في اللعبة، ابغى اعيش. انت اول ما تسوي بيتك حلو؟ ايوه. بعلمك اشياء اساسية تروضها سهلة حلوة عشان تجمع لك موارد جهزك نفسك عشان تروض اشياء ثانية اكبر، بس حبة حبة تدريجيا ما بتخش بوجج كذا. ايش هذا انا مسويه؟ اوكي. بعلمك شلون. هذه الحين كيف اسوي البيت اللي زي كذا؟ بعلمك شلون. اسكن هنا، اوكي؟ هذا حقك القديم. اول ما بدت السياره سكنت هنا انا. ليش اقول لك اسكن هنا؟ اقول ليش بطيء فاتح الخريطه انا. والله شكلك يروي بسم الله. بشيل الفونديشن، بكسر البيت انا. خذ 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 اللي في الصندوق. ليش تبغى هذه؟ اوكي. اها بيجمعون علي الحين. لا لا ما عندي الا قبل وقف عليك. انت تدري وش مروض انا بتنجلط. هذا ما حد عنده اقول ما حد عنده تخيل ذا. هذا يعني دور ثاني له ما لقيت. يا ساتر كم لفل هذا؟ 500. هذا يقول لك اقوى دنسون في في المود جراسيك. حول لا حول، هز ارضيه. طيب هنا في اغراض ولا ما تبيه بعد؟ بي عندك مختفي؟ لا اف 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 بس اف يشيله على طول كل شيء. اي كل شيء كذا. اوكي وش تسكتون معك انت؟ على طول يبغى سلاح كرافتنج اي جي تحتها. اوكي دقه هذا؟ اي بس تمام. روح اشرع عليها، اشرع على ذيك اللي قلت لك عنها. اوه يوريك كم بقى. ايوه من اول يا اخي صرت اروح انجرامز انا اول. دبل كليك عليه كرافتنج. هلا بي. اوكي حطه الحين، احنا مو دبل كبيره، حطه في اي مكان. شيل الكوره من يدك، خليك دائما يدك فاضيه. اوكي افتحها بعدين. الو اوه والله كثر اشياء. ايوه اصبر. لتحت او اخر واحد شوفه في يسار. لا اللي فوق يمين وش اشكالهم بس. اوكي طق على هذا اشعله. ايوه في فوق جنب علامه المفتاح اللي فوق جنب المربع صح؟ هذا المربع 250 قط اللي عندك هنا. طق حرف تي انقلها هنا. اي خلي الاشياء المهمه اللي تبغاها بس. حجر كذا قطها قطها هنا. كل شيء كل شيء كل شيء. روح ايوه بس روح روح بس وقف. ايوه دبل كليك عليه. اوكي لازم انقل اشياء. ايوه دبل كليك. هاي طاوله كرافتنج هذه. اوكي حطها تحت في الانفنتوري بار. حطها تحت. ايوه اوكي حط رقم صفر. ايوه هذا البيت جاهز. حطه اي مكان تشوفه مناسب. حطه هنا ورا الجريفن حقي هنا. خلها شارع طريق يعني. حطه هنا بالضبط. اي هلا بي والبيت. هلا بي ايش له بيت صغير. باقي الباب هذا انا طويل المشكله بس كف سقف. افتح اكتب دور اكتب في البحث دور. اوكي حطه تعلم تسوي كرافت كفن شكله كذا. حط واحد اهلين وده بالفخامه. اوكي يعني المفروض انك مسوي ثاني حلقه هالشيء بس يعني الشعب سوى كله فمسوي كلام متكرر. كل الشعب سوى كل شيء. كل الشعب انت كل شيء. او ما يحتاج ارقد فيه يعني علامه الاكس وراها سي صح؟ اوه يب 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 طق عليها طقتين لا تحت سبون ريسبون بس سبون تبت. اي اوكي صلى الله وبارك. ها
هذا جثتك، هذا قبرك، انشي قبرك. ايش قصدك انت؟ حاط قبري في بيتي. اوه شوف جثتي. قربن حقي اطلخ منك، تعال تعال. ما اشياء كثير. تهبل، خذ 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 هذا اللي عندي كله. يا ساتر مزبن كذا معاه. بقطة زبالة بعد هذي، ارفع تعال. الله الدنيا. حطها اوكي سوي كرافتنج. طيب كرافتنج واسوي الفرن. الفرن اوه باقي ستون هذا ايه، هذا يسحب لك اللي في الشستات واللي بدون صرت داخلها انفنتوري، يسحب لك الموارد عشان كانت موجوده. طيب وين الشستات؟ ما عندي شستات انا، هو كله في الانفنتوري اللي هناك، البوكس اللي اسمه الصنم. اوكي 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 تسحبها وين تروح تاخذها وحوز؟ لا جيب لك الحول. اوكي طلع لك ايه جيم، الله عليك هذا داخل الفرن. تمام اوكي هنا هنا طفق بعض ورا بعض، فوق بعض او الثاني فوق بس مو تمام. اوكي أه الطحونه، طحونه حطها هنا 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 هنا, هنا. كم فاير هنا؟ حطها برا هنا، عجب برا ما تفرق يعني؟ لا تفرق حطها ما ذكرتها. كم فاير اوكي هولد اي هولد اي مكتوب تحت يسار تحت يسار اوكي بس خذ الغلط اوكي افتح 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 افلف اوكي في سهم فوق شوف فوق فوق سهم سهمين طقه ايوه طقه ينقل كل اغراض يسار اي عندك متر اي عندك خذ داخل خذ داخل صرت ثقيل اغراضي كلها والله نزدي له بوصل بكره. حط المتل مثل انقذ تحت تلقى تحت اخر شيء. لازم احط خشب بعد. عندك خشب؟ كم عندك حبه؟ 50 بس. الله عليك افتح سميتين افتح سميتين افتحها. هذه الطاوله بنت كلب طق طق على يمين فوق على يمين فوق. هاي تسوي الادوات حديد صح؟ ايوه ايوه طق ايوه طق عليها. جرب عندك موارد ولا شوف يقولك ناقصك ون ايش خشب؟ قط كل موردك هنا حاول الخشب المثل قط لا 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 حجر مثل انقد هايت تي كلاكس اوكي دقيقة خلنا نشيل البول وانزلها تحت. امسك سوخني حطها امسك يلا يلا بسرعة بسرعة قبل قبل اطير معشق معشق انت ابتك سلاحك معشق يا في طلقة اوكي قطع لي بوله وين راح؟ يلا اطق عليه واحدة ثانية يعشق سنتين هاي ثانية بس خلاص وقف اوكي انسدح وقف وقف هذا طالع اف دقيقة سباي كلاس ايش ايش عليه؟ سباي كلاس شو يمين يقول لك ايش ياكل؟ كم حبة متك كم حبة مدري ايش كم حبة عشان من انواع اللحم من الافضل يعني من ناحية افضل امسك 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 انا عندي ذا المتل انا شيل سلاح من يدك دايم ايش ايش سلاح هذا تعبه فل ايه اجل نطول ابي قرمه بس ياكل رقم واحده بس شكله ما معي ذا اول شيء اهلين شو تسميه؟ فداح كل الطيور فداح اوكي فداح لازم نشيله بالسول هذا شيله بالسول حط السول بالانفنتوري تحت الحين شيله طيب سلاحك ما تبيه؟ ايش اخذه يفداح؟ كفو تعزيز طوره ايش عليه كم الدمج مكتوب عليه دمج كم دمج 194.6 اي ترى يعني بسرعه يخدر حيوانات متخيل لعبت اللعبه انا لعبت اللعبه ما في كيف انفنتوري هو لعبتها ام عاد كل ما تموت تروح اغراضك كلها كلها انسى ما عندك شيء والله يا شوف التحطيم انا اللي والله اللي بترك كذا اللعبه على طول كبنت احنا كبنتوري مت غاضك معك سلاحتك وش جايك ما تروح اللي عندك بتلون ليفل نازل فروضك واحد قوي بعدين ايوه ايوه فاضي حالك اصبر الحين هذه السلاح اللي اعطيتني وش استخدم اوكي افتح الانجرم قصدك هذا الاشياء ما باقي باقي 55 لازم تعلمه وهذا كنت تسوي بالسميتي عشان اوكي عندك كم طلقه الحين انتبه حافظ حافظ عليهم دايم خذ بيصاتك بالكرابد خلينا بالكرابد تطط نزل عشان طفرتنا قسم بالله تعال تعال خذ ولا وش ذا خذ كل هذا اوكي حطه بس طبعا افتح الانفنتوري افتح كرافتنج عفوا الحين وسوي هذا سوي هذا هذا سد البترودون الحين اطلع ذا اطلع البترودون برا ايوه قطه برا الحين يلا اوكي توقف هولد هولد خذ لحم مطبوخ اي بس حط رقم صفر لحم مطبوخ عشان تاكل بسرعه لبس بتدون سكر باب بيتك اصبر خلني اخذ الكي هنا ايوه الله عليك دقيقه طق على نفسك حرف الاي افتح من توي حقك يلا طير طير شفت يسرع حرف سي يسوي حركه الطقه الخارقه الخارقه دا
دائما بتروس شيء صعب تسوي، تحط فند اسمه ارضيه، تحط معاه سرير، تسوي كرافتنج سرير عشان احتياط، تحب تحطهم تروم عنده يعني، اذا مت ترجع عنده اعطوه هنا عشان ترجع مثل ما عليه. طيب مثل ما تشوفون اخيرا سوينا لنا بيت نقعد فيه، روضنا لنا حيوان، عبد الله اعطانا حيوان، ضبطنا وضعنا كبدايه. اللي ابغى افهمكم اياه تراني مره مبتدئ في اللعبه، يعني حطوا في بالكم اني ما العبها كثير، تو تضبط عندي، كانت خربانه قبل اللعبه ما تشتغل عندي، فالحمد لله تو تضبط عندي. قررت اني اسجل هذا المقطع وطلبت مساعده ياسر عشان استاجف المقطع، لان حرفيا ياسر اختصر لي كثير، جاب لي اغراض، علمني اشياء مهمه لازم اسويها. فبس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع يعجبكم، واعتذر اعتذر اعتذر اذا المقطع يعني سجل لي ساعه وربع تقريبا اسجل، لكن ان شاء الله المقطع يكون مناسب وانكم تتفهمون هذا الشيء، اني ما اعرف شيء في اللعبه، قاعد اتعلم حرفيا حبه حبه. فيا ريت ما تضغطون علي في الكومنتات انت تراك تاخرت، تراك ما ادري، ادري اني متاخر، والله اني ادري متاخر، وكانت عندي مشاكل في الكمبيوتر كانت ما تشغل لعبه. ان شاء الله ان مع الوقت نكون ندعس مع الشباب ونوصل مرحلتهم ان شاء الله يعني. ان شاء الله مقطع يعجبكم، لا تنسون لايك مقطع واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وباذن الله بتنزل لكم مقاطع ارك ثانيه. وبس اشوفكم على خير، سلام.